والسلام على سيدي وحبيبي محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بمطار الهلال الأحمر القطري في هذا المؤتمر الصحفي الذي يعلن من خلال على استضافة الهلال الأحمر القطري للمؤتمر العالمي الأول الانتقال من الإغاثة الصحية إلى البناء والتنمية في الأزمة السورية، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية المؤلمة التي يعانيها الشعب السوري منذ سنوات. السيدات والسادة، نستضيف اليوم كل من السيد نايف فيصل المهندي ممثل عن الأمين العام مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات الإدارية من الهلال الأحمر القطري، والسيد الدكتور ماهر عزوز رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر سامس، والدكتور خالد البياض مدير إدارة الإغاثة والتنمية الدولية للهلال الأحمر القطري، وذلك للحديث عن استضافة المؤتمر وأحداثه وبرنامجه. وستكون البداية مع السيد نايف المهندي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. الدكتور ماهر عزوز رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر سامز، الأخ الدكتور خالد ياب مدير إدارة الإقاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، الأخوة والأخوات الإعلاميون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يسرني أن أنقل لكم تحيات الهلال الأحمر القطري على حضوركم وتشريفكم لتغطية هذه المناسبة للإعلان عن استضافة المؤتمر العالمي الأول بعنوان الانتقال من الإقاثة الصحية إلى البناء والتنمية في الأزمة السورية. كما يسر الهلال الأحمر القطري أن يعرب عن سعادته لاستضافة هذا المؤتمر الذي نأمل في أن يثمر نتائج إيجابية وملموسة لمصلحة الأهداف الإنسانية بشكل عام. كما يسرنا أن نعرب عن تقديرنا للرعاية الكريمة التي أولتها دولتنا الحبيبة دولة قطر عبر وزارة الخارجية القطرية لرعاية هذا المؤتمر الذي يستهدف برامج ورؤية صحية ذات أبعاد إنسانية هادفة. كما نتوجه بالشكر لمؤسسة سامز والقائمين عليها، والتي هي عبارة عن مؤسسة أمريكية أنشأها أطباء سوريين في المهجر بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي من المؤسسات الرائدة حاليا في المجال الطبي على مستوى الأزمة في سوريا. إن الهلال الأحمر القطري يعتز ويفتخر بشراكاته الإنسانية التي تتعزز يوما بعد يوم مع وزارة الخارجية. كما نحن فخورين أن تكون سامز إحدى المؤسسات الشريكة لنا سواء في الداخل السوري أو في دول الجوار، فنحن نؤمن بأهمية دور المؤسسات المحلية وضرورة دعمها لمعرفتها بالواقع وقربها منه. فمؤسسة سامز تمثل نموذج متميز يبرز دور المغتربين تجاه وطنهم، وهذا ما يعكسه هذا المؤتمر الذي تم إعداده من حيث المادة وطبيعة المدعوين بأيدي سورية على أرضنا الحبيبة قطر. السيدات والسادة الحضور، تعتبر الأزمة السورية من أعقد الأزمات الإنسانية التي غيرت طبيعة العمل الإنساني من حيث طول فترة النزاع المسلح وتعقيد الظروف على الأرض، وهذا عرض موجز لبعض الأرقام التي تلقي الضوء على حجم الأزمة التي لا تخفى عليكم. أكثر من 12 مليون و 200 ألف إنسان يحتاجون لمساعدات يومية. بلغ عدد اللاجئين في دول الجوار لأكثر من 4 مليون و 300 ألف لاجئ، بينما بلغ عدد النازحين داخليا 6 مليون و 500 ألف نازح. ولعل أهم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية في الداخل السوري هو صعوبة الوضع الأمني وضعف القدرة على الوصول وإيصال المساعدات الإغاثية، خاصة في المناطق الأشد احتياجا والمناطق المحاصرة. كما أن عدم احترام القانون الدولي الإنساني واستهداف المنشآت والفرق الطبية يزيد من تعقيد الوضع الإنساني، حيث تم توثيق 285 حالة استهداف للمنشآت الطبية و657 شهيد من الكوادر الطبية.
ولعل المثال الأبرز الذي نستطيع الإشارة إليه هنا هو تعرض مشفى الهلال الأحمر القطري في تل أبيض للقصف في عام 2014، وكذلك مستوصف الزربة في عام 2015، بالإضافة إلى الإصابات التي تعرض لها كوادر الهلال، فقد استشهد طبيب جراح في الطبقة ومراقب لحملة التطعيم في إدلب. ومع ذلك لقد كان للهلال الأحمر القطري جملة من التدخلات الإنسانية في المجال الصحي، كان من أهمها مشاريع الهلال الأحمر القطري في الداخل السوري، وكذلك مشروع مراكز الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 16 مركزا منتشرة في مختلف المناطق، ومشروع المراقبة على حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في سوريا، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الإغاثية في مجالات المياه والإصحاح والأمن الغذائي ودعم سبل العيش، لتصل إجمالي ميزانية الهلال الأحمر القطري للمشاريع المنفذة في الداخل السوري وفي لبنان والأردن وتركيا والعراق حوالي 82 مليون دولار، استفاد منها حوالي 8 مليون شخص. وختاما يسرنا أن نؤكد على أننا جميعا نفتخر بالانتماء إلى هذه المؤسسات الإنسانية العريقة التي نعتبرها طريقا يسره الله من أجل خدمة الناس ورفعة المعاناة عن الضعفاء والمنكوبين، داعين الله أن يوفقنا جميعا إلى مزيد من النجاح في العمل لخير الإنسانية وسعادتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيدنا الذي أشكر للهلال الأحمر القطري والدكتور خالد وسيد نايف مساهمتهم بدعم ورعاية هذا المؤتمر. الجمعية الطبية السورية الأمريكية أو سامز هي من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل الأطباء والعاملين في المجال الرعاية الصحية في أمريكا من أصل سوري. هناك لا يقل عن 10,000 طبيب سوري من أصل أمريكي، وبمعدل 1% من الأطباء الممارسين في أمريكا، ومعظمهم ممثلين من قبل سامز. سامز لديها 22 فرع في الولايات المتحدة الأمريكية تغطي معظم الولايات الأمريكية. سامز هي جمعية إنسانية لا ربحية ولا سياسية، هدفها تقديم الدعم في القطاع الصحي للسوريين داخل سوريا واللاجئين في دول الجوار بغض النظر عن انتماءاتهم أو أماكن تواجدهم. نحن نؤمن بالحيادية الطبية ومبادئ العمل الإنساني، ونتشارك مع الهلال الأحمر القطري وبابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما، الذين يساهمون معنا بشكل جدي في الإعداد والتحضير لهذا المؤتمر، وغيرهم من الجمعيات في تقديم الإغاثة الطبية لملايين السوريين. في السنة الماضية وبالتعامل مع جمعيات خيرية عالمية وأهلية كمنظمة الهلال الأحمر القطري، قدمنا العلاج الصحي بمختلف أنواعه لحوالي مليوني سوري، سواء في سوريا أو الأردن أو لبنان أو تركيا وحتى في اليونان عن طريق الحملات الطبية، وأكثر من 100 مشفى ونقطة طبية وعيادة متنقلة ومراكز عناية مشددة ومراكز للتوليد ومشافي ميدانية داخل سوريا وفي دول الجوار. موضوع المؤتمر الذي نعقده اليوم حتى يوم الجمعة في دولة قطر في الدوحة هو الانتقال من الإغاثة الصحية إلى البناء والتنمية، بالمشاركة مع الإخوة في الهلال الأحمر القطري وضابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما، وبرعاية كريمة من وزارة الخارجية القطرية. يشارك في المؤتمر مجموعة مميزة من الضيوف يمثلون المؤسسات العالمية والأهلية من مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغيرها، معظم جمعيات العمل الإغاثي مؤسسة من الهلال الأحمر القطري وغيرها من الجمعيات القطرية تشارك معنا في هذا المؤتمر، وهم يمثلون رواد العمل الصحي والإغاثي من داخل سوريا وتركيا والأردن ولبنان ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة المهتمة بموضوع البناء والتنمية.
هدف المؤتمر هو الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بتجارب مماثلة والتخطيط من الآن لمرحلة إعادة البناء والتنمية. فكرة المؤتمر أتت بمبادرة كريمة من سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، وأنا باسمي وبالنيابة عن زملائي الأطباء الأمريكيين من أصل سوري والأطباء المشاركين في جمعية سيما، نشكر سعادة السفيرة ووزارة الخارجية والشعب القطري لاحتضانه هذا المؤتمر الهام الذي يعد خطوة أولى في طريق الأمل، طريق البناء، طريق بناء مستقبل من أجل أن ينعم أطفال سوريا ونساء سوريا ورجال سوريا بمستقبل كريم تتوفر فيه الرعاية الصحية للجميع بشكل يحفظ كرامة الإنسان ويدفع باتجاه السلم الأهلي والعدالة الاجتماعية التي ننشدها جميعا. ندعو جميع المهتمين بموضوع بناء وإعادة تأهيل النظام الصحي والذين شاركونا في مرحلة الإغاثة السابقة خلال السنوات الماضية وكل من له باع وخبرة في مجال ما بعد الأزمات وكل المهتمين بالإغاثة والتنمية الصحية أو المهتمين ببناء مجتمع صلب ومرن ومستديم والمهتمين ببناء الأنظمة الصحية المشاركة في هذا المؤتمر ومشاركتنا الحضور. لماذا قطر؟ قطر معنية بالأمر السوري بشكل مباشر. قطر دولة فاعلة في المنطقة وفي الأمم المتحدة. المؤسسات الإغاثية القطرية والشعب القطري قدم مئات الملايين لدعم العمل الإغاثي بكل أنواعه في سوريا وفي مناطق كثيرة من العالم التي شهدت نزاعات. هناك مؤسسات قطرية هامة تركز على العمل الإنساني، تركز على بناء المجتمع المدني والتعليم، وهناك مؤسسات أكاديمية ومؤسسات بحثية هامة مثل كورنيل وبروكينغز مقرها في قطر. قطر تقع قرب دول تمر حاليا بأزمات مماثلة لما تمر به سوريا كاليمن وسوريا والصومال وليبيا، أو دول مرت بأزمات مماثلة في السابق كأفغانستان ولبنان وفلسطين والسودان، مما يمكننا من الاستفادة من تجربتهم الغنية والوفيرة في مجال إعادة البناء حتى يكون إعادة البناء في سوريا على المستوى الأمثل ويقدم مثال ناصع لإعادة البناء مستفيدا من كل الأخطاء والخبرات السابقة في الدول الأخرى. لماذا الآن؟ الآن نحن نتجه إلى إعادة تقييم وإعادة بناء مؤسساتنا الصحية الداعمة لننتقل من الفكر الإغاثي إلى الفكر التنموي، ونتمنى أن تكون الظروف السياسية الحالية مواتية لمثل هذا المؤتمر. لابد من التخطيط ووضع الأسس لتجنب السلبيات والكوارث الصحية التي يمر بها شعبنا وتمر بها دولة سوريا، ولابد من التخطيط حتى نتمكن حتى نكون جاهزين في المرحلة المقبلة لبناء نظام صحي مرن تفتخر فيه سوريا ويفتخر فيه كل العاملين في المجال الصحي من قطر ودول العالم، ليكون مثال لإعادة البناء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في قطر كمؤسسة دولية تدعم أخوانهم السوريين، فخورين بوجود عدد أكثر من 10,000 طبيب سوري يعملون في الخارج ولم ينسون أخوانهم في سوريا خلال هذه الأزمة، ونتمنى لكم التوفيق، لأن ماذا حدث في سوريا ويحدث الآن لا نرى له مثيل من قبل، ونتمنى لكم التوفيق في إعادة البناء والتنمية، وإن شاء الله أن يكون الهلال الأحمر شريك في هذا الموضوع، وقطر مثل ما تفضل هي دائما كعبة المظلوم لكل المحتاجين في المنطقة وفي العالم. والآن نتكلم أكثر عن تفاصيل هذا المؤتمر مع الدكتور خالد دياب مدير الإغاثة والتنمية الدولية. ما بعرف ايش بدي اتكلم بعد الحديث الشيق من اخونا الاستاذ نايف والدكتور ماهر، ركزوا على العديد من النقاط اللي هي حقيقه بتكون بتشكل الجوهر الحقيقي للمؤتمر. ربما انا ارجع قليلا الى الوراء واتذكر مشروع ابتدأنا فيه من حوالي سنتين على مستوى العالم، وهو مبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تدعى القمة الإنسانية العالمية، كان الهدف منها نفكر مرة ثانية بالنظام الإنساني الدولي. يا ترى هل لا يزال يصبح لا يزال
النظام يحتاج إلى تطوير أم الأمور تمام معه؟ فسوينا 8 اجتماعات على مستوى العالم، واجتمعنا مؤسسات المجتمع المدني، الحكومات، القطاع الخاص، القطاع التعليمي، الأكاديمية والإعلام، ووصلنا إلى عدد من النقاط اللي وجدناها برزت من عدد كبير، خلينا نقول من 6 من 8 مناطق على مستوى العالم، وكانت كلها تركز على موضوع اللوكاليزيشن، على موضوع دور المؤسسات المحلية، على موضوع الاستثمار بهذه المؤسسات المحلية، لأنه هي المؤسسات اللي تستطيع تعكس احتياجات الواقع، تستطيع أنه تفهم الواقع بشكل أكبر. طبعا تكلمنا على البرايفت سيكتور، أيضا القطاع الخاص، وتكلمنا على دور الدياسبورا المغتربين. والحقيقة بمؤسسة مثل سامز، يعني نحن نرى هذا الدور اللي بتلعبه من خلال دور المغتربين، وأيضا من خلال دور المؤسسات المحلية. وحقيقة يعني أثبتت سامز خلال هذه الفترة قيادة متميزة. طبعا هي ومثيلاتها أيضا في عنا أيضا في المنطقة في السعودية وقطر سيما، وفي عنا أيضا في أوروبا اتحاد المؤسسات الطبية أيضا. فاستطاعت هذه المؤسسات أنه تلعب دور كبير على المستوى الطبي فيما يتعلق في داخل سوريا أو في دول الجوار. ومثل ما تفضل أستاذنا الأخ أبو فيصل نايف المهندي، يعني هذا المؤتمر هو تم بأيادي سورية، والتخطيط له بأيادي سورية، والبرنامج تم أيضا من قبلهم. ونحن كان بالنسبة لنا دورنا هو تسهيل هذا اللقاء على الأرض الطيبة هنا في قطر. بتمنى كل التوفيق، وأنا بظن أنه هو إجا بوقته. مثل ما تفضل الدكتور ماهر، الآن كنا عم نتكلم على القضية، هل سنستمر بالعمل بالأسلوب الإغاثي أم لابد أن نفكر في المستقبل، خاصة في كارثة استمرت لمدة 5 سنوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينهيها عن قريب، ولكن لابد من التفكير الآن بالمستقبل، ولا بد وضع التصورات من الآن في العديد من القضايا. نحن فخورين بوجودكم معنا، ونتمنى أنه نطلع بمجموعة من التوصيات، ومو بس توصيات، وإن شاء الله تكون عبارة عن أساليب عمل وآليات عمل نؤثر فيها على القطاع الطبي سواء في داخل سوريا أو في دول الجوار. حياكم الله مرة ثانية. شكرا. احنا تعلمنا في الدار من شبابنا ان علم الحياه والطيبين يبين، بما معنى ان عملنا هو يثبت. ولكن باسم الهلال احنا نشكرك لك انت وفريق عملك على الجهد اللي بذلتوه في سوريا، وسعيك بالفعل لاحضار مؤسسه مثل سيمنز انها تكون متواجده، وانتم بالفعل فخورين بتواجدكم معنا، ونتمنى من الجاليات الاخرى ان تكون سيمنز لهم سامس عفوا ان يكون لهم هذا التجربة وهذه الخبرة لدعم إخوانهم في بلادهم المتضررة. الحضور الكرام، قبل ما نبدأ الاستماع إلى مداخلاتكم، دعونا أن نلقي نظرة على هذا الفيديو القصير الذي يسلط الضوء على شيء من المعاناة لإخواننا السوريين وخاصة في المجال الأخضر. The real heroes are the people who are there, that no one knows their names. They are there every single day. Some of them have never even had a day off. SAMS has so much recognition as being the most effective organization in providing medical relief on the ground inside of Syria.
We are trained as doctors and as nurses to save life. Every life is precious. So when you are in the condition that you have to choose which patient will live and which patient will die, this is, of course, a horrible way to practice medicine. اللي بدنا اياه حقيقة هو يتوقف القصف. أتمنى لكم التوفيق ونشكركم على وجودكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير.